ومن جانبه تمكن الجيش السوري من تحقيق مزيد من التقدم في مدينة الميادين خلال عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي. وقد أسفرت هذه العمليات عن السيطرة أو على السيطرة على إحدى القرى وتكبيد عناصر التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد. كما خاضت وحدات من الجيش اشتباكات عنيفة مع داعش شرقي نهر الفرات أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من الإرهابيين.